ينضم إلينا الآن علاء رشوان مراسلنا من تركيا. علاء، ماذا لديك؟ كما تابعنا منذ قليل وقائع المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيسين السيد الرئيس السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، هذا المؤتمر الصحفي الذي كشف عن كثير من تفاصيل ما تم بحثه خلال القمة المصرية التركية، سواء القمة الثنائية أو القمة الموسعة أو خلال ترأس الرئيسين لأولى اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي المشترك بين القاهرة وأنقرة. بداية، أكثر أو ما يناهز 15 مذكرة لتفاهم والتعاون بين البلدين في مجالات متعددة، بداية من مجالات الصحة والتعليم والثقافة والسياحة وتبادل الخبرات في المجالات الاقتصادية والمالية، والتعاون بين جهازي حماية المنافسة في البلدين ووزارتي الخارجية في البلدين في عدد من الملفات الدبلوماسية والقنصلية، بالإضافة أيضا إلى مجالات أخرى تمتد إلى حماية شواطئ أو حماية البيئة والجمارك وتسهيلات للمستثمرين سواء من الجانب المصري أو الجانب التركي. هذه المذكرات التفاهم والتعاون التي تم توقيعها بحضور الرئيسين بعد قبل أقل من نصف ساعة من الآن تضمن وتكفل تعزيز أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، والانتقال من حاجز 6.6 مليار دولار وهو حجم التبادل التجاري بنهاية العام الماضي إلى أفاق أرحب تبلغ نحو 15 مليار دولار، بالإضافة إلى ضمان لمزيد من التعاون سواء على المستوى الاقتصادي والتجاري أو على مستوى التعاون والتنسيق والتشاور بين البلدين حيال الكثير من القضايا والمستجدات التي كانت حاضرة على طاولة بحث القمة المصرية التركية اليوم. كما كشف الرئيسان بأن هذه المباحثات تناولت في الأساس الأوضاع في غزة، وبالإضافة أيضا إلى الأوضاع في كل من سوريا، في اليمن، في السودان، في ليبيا، في الصومال، وأيضا في منطقة القرن الإفريقي. مجمل هذه المباحثات تشير إلى أنه هناك تطابقا في الرؤى بين البلدين حيال ضرورة حلحلة هذه الأزمات بما يضمن أمن واستقرار هذه المنطقة التي باتت مضغوطة تحت ضغط من التحديات الجيوسياسية التي باتت تحدد حالة الأمن والسلم والاستقرار في هذه المنطقة الهامة من العالم. أيضا الرئيسان أكد على أن هناك إرادة سياسية متوفرة لدى الجانبين لدفع هذا التنسيق والتشاور في كافة المحافل الإقليمية والدولية حيال كل هذه القضايا في المرحلة المقبلة، استثمارا للزخم الذي تمنحه هذه الزيارة الرسمية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، بالإضافة أيضا على البناء على مخرجات الاجتماع الأول من اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي المشترك بين البلدين بحضور الرئيسين. وهنا إشارة قوية بأن هذه الإرادة السياسية سوف تكفل في المرحلة المقبلة مزيد من التنسيق والتشاور بين الجهات المعنية والمسؤولين المعنيين من الجانبين المصري والتركي في المرحلة المقبلة، سواء على صعيد التنسيق والتشاور في المجالات السياسية أو فيما يتعلق بتعزيز أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين. الزيارة تلقى ترحيب كبير في الأوساط سواء الشعبية أو الرسمية، رصدنا منذ نحو 3 أيام تغطيات مكثفة من قبل وسائل الإعلام المحلية التركية التي وصفت هذه الزيارة بأنها زيارة هامة للسيد الرئيس، سوف تمهد لمرحلة جديدة من دفء للعلاقات بين القاهرة وأنقرة، وتكفل التنسيق والتشاور بين عاصمتين محوريتين في الإقليم حيال المستجدات الجيوسياسية التي باتت تهدد أمن واستقرار المنطقة، وأيضا تضمن طفرات متلاحقة ومتسارعة في أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، خاصة وأن هذه الزيارة هي الزيارة الأولى للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم. تأتي ردا للزيارة التي قام بها الرئيس التركي إلى القاهرة في 14 من فبراير الماضي. وكما تابعنا وقائع هذا المؤتمر، كانت هناك دعوة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره التركي لزيارة القاهرة في أقرب وقت للبناء على هذه مخرجات هذه الزيارات الرئاسية التي تمنح زخما كبيرا للعلاقات بين القاهرة وأنقرة. أيضا هناك إشادة كبيرة في مجتمع المال والأعمال التركي رصدناه منذ نحو 3 أيام، تصف هذه الزيارة بأنها زيارة سوف
تعمل على توسعة حجم الاستثمارات التركية في مصر في المرحلة المقبلة، خاصة وأنه جرى توقيع مذكرتي للتفاهم والتعاون لمنح قطع من الأراضي في المناطق الصناعية للمستثمرين الأتراك في مصر خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن توسعة ودفع مزيد من الاستثمارات التركية في السوق المحلية في عدد من القطاعات الهامة بالاقتصاد الوطني المصري. مخرجات هذه الزيارة بدأت منذ قبيل حتى بدئها بضمان هذه العدد الكبير من مذكرات التفاهم والتعاون والتنسيق بين الجانبين، أيضا من خلال هذه الإشادات الواسعة سواء على المستوى الشعبي والرسمي قبيل بدء هذه الزيارة الهامة التاريخية الأولى للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي سوف يعني تضمن مخرجات إيجابية للغاية في سبيل يعني تعزيز أطر التعاون والتفاهم والتنسيق المشترك بين القاهرة وأنقرة سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري. يعني علاء، حدثتني عن أجواء الزيارة، بكل تأكيد تناولت أطراف الحديث مع الكثير عندك من إعلاميين واقتصاديين وصحفيين، يعني حدثني أكثر عن مردود هذه الزيارة وهي الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد مرحلة دقيقة كانت ما بين البلدين. يعني المتابع للشأن التركي خاصة الشأن الإعلامي التركي يلحظ منذ أكثر من عام وهناك ضغوط ومطالبات للرئاسة التركية بتصحيح المسار أو تصحيح لغة التعامل مع دولة محورية مثل مصر. هذه المطالبات لم تكن فقط مطالبات لإعلاميين، وإنما أيضا كانت مطالبات لأقطاب سياسيين معارضين للرئيس التركي أردوغان أو أيضا من داخل الحزب الحاكم للرئيس أردوغان نفسه. كانت هناك أصوات تتعالى بضرورة التنسيق والتشاور مع دولة محورية مثل مصر وتغيير لغة الخطاب، وهو ما استجاب له الرئيس أردوغان الذي أعاد وزن الأمور إذا صح التعبير أو أعاد تصحيح المسار التركي باتجاه القاهرة، وهو ما يعني بنى جليا في تصريحاته منذ قليل في المؤتمر الصحفي بأنه يكن كل الاحترام للقاهرة ودورها المحوري ويعمل على تعزيز التنسيق والتشاور في المرحلة المقبلة مع السيد الرئيس السيسي في مناقشة وبحث كافة المجالات، وتأكيد أردوغان بأن هناك تطابقا تقريبا في الرؤى حيال كل مستجدات الأوضاع والقضايا التي تهم القاهرة وأنقرة، بما يعني يعطي إشارة إيجابية للغاية بأن العلاقات المصرية التركية سوف تشهد يعني دفعات مضطردة خلال المرحلة المقبلة وإرادة سياسية متوفرة لدى الجانبين على تعزيز هذه العلاقات في كافة أطورها وفي كافة مناحيها خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية منها. هذه الأجواء التي رصدناها منذ ثلاثة أيام لم تتوقف فقط عند رجل الشارع، ولكن أيضا امتدت إلى أقطاب من السياسيين الأتراك الذين رحبوا بهذه الزيارة وصفوها بأنها زيارة تاريخية تفتح صفحة جديدة في العلاقات بين العاصمتين القاهرة وأنقرة. وأيضا وصفت عبر وكالة الأناضول الرسمية على سبيل المثال بأنها زيارة سوف تعيد الدفء للعلاقات التاريخية بين القاهرة وأنقرة، وأيضا تبني على العمق الإنساني والحضاري الذي يربط الشعبين، الشعب المصري والتركي. نعم علاء رشوان مراسلنا بتركيا، شكرا جزيلا لك.